طيب معايا بس على تليفون كابتن طارق يحيى نجم مصر ونادي الزمالك وزميلي طبعا وكابتني كابتن طارق يحيى على التليفون. يا كابتن طارق ازي حضرتك؟ ازيك يا خلود، عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ والله الحمد لله تمام في نعمة. مش عارف انت سمعتني ولا لا في البداية، بس انا كنت بتكلم ان حضرتك زملكاوي جامد جدا، وكنت في الاستوديو التحليلي، فانفعالك بيبقى انفعال طبيعي بعد المباراة نظرا ان زعلك على نتيجة اللقاء، وده انفعال طبيعي لأي حد، وده بيدل برضو ان احنا عندنا شفافية ومصداقية، يعني بنقول اللي بعفوية في بعض الأحيان. فأنا حابب أديك المجال، لأن أنا عارف برضو أنا لو زيك مثلا يوميها بالليل هبقى منفعل جدا بعد المباراة وزعلان جدا على خسارة نقط مهمة جدا. بص بص يا خلود، هو طبعا اقول لك على حاجه، انا لما بتكلم لمصلحه نادي الزمالك، ما بتكلمش ضد مصلحه نادي الزمالك. انا راجل زملكاوي زي ما انت بتقول، وكلنا زملكاويه بنحب النادي ولحد كتفنا من خير النادي، لكن انا بنتقد مباراه، ما بنتقدش انا في العموم. يعني انا ما استحاله، وانا انا ما اقدرش اتكلم على فيرا وحش او اتكلم على اي مدرب يجي الزمالك وحش، استحاله. انا بنتقد، وانت نفسك لسه هتتكلم دلوقتي، انت جوزك سمعت بيقول لك 3 4 3 4. لسه هتكلم على الطريقه عادي. انا بتكلم في ايه يا خالد؟ انا بتكلم في ايه؟ بتكلم ان احنا ليه بنغير اسلوب لعبنا؟ ده اللي انا قلته، ليه بنغير اسلوب نلعب في الفرقه؟ ليه ما قلتش بقى فيرا بيلعب بالفرقه؟ ما قلتش الكلام ده. انا قلت ايه؟ احنا ليه بنغير من سيستم اللعب؟ احنا كسبنا الاسماعيلي بطريقه، جينا غيرنا الطريقه الماتش اللي بعديها، الماتش اللي جاي ما بتكلمش دلوقتي، انا بنتقد على. بص يا كابتن، انت من حقك كابتن، انا بتكلم بس على انفعالك. هل ده كلامي انا مثلا في اساءه للراجل؟ على فكره جمهور الزمالك كتير بيتكلم على السوشيال ميديا، بس هم بيعتبروا كابتن طارق يحيى يعني هو ما ينفعش ينفعل زيهم. ماشي، انا انفعلت ليه بقى؟ لان انا يعني غير اي حد، يعني احنا كلعيبه خارج لعبنا في النادي غير اي حد. الجمهور العادي مش عايش جوه نادي الزمالك، وشايف الضغوط اللي احنا شغالين فيها، وشايف الكوارث اللي احنا فيها، وشايف الناحيه الماديه اللي احنا فيها، وشايف كل الحاجات دي. هم قاعدين بيتفرجوا علينا، احنا حاسين بالنادي اكتر من اي حد، وداخلين في النادي اكتر من حد. رئيس النادي نفسه المستشار منتظر دخل قال انا زعلت ونمت، يعني انا حزين ونمت. اكيد كلنا زعلنا. انا بقى ما نمتش، انا قاعد في القناه من الساعه 2 الظهر صح لغايه الساعه 2 بالليل، فاهمني؟ صح. فشفت الناس وشفت زعل الناس وشفت ناس في الشارع والناس في القناه والناس في القطر والناس في اسوان وزعل الناس، وجالي رسائل كتيره جدا جدا، ناس كلها زعلانه. يعني هل انا المفروض اطلع انا بي كول يعني خالد بي كول؟ لا 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 لا، انا قلت لك طبيعي ان بيبقى عندنا رد فعل قوي في يوميها، لكن انا دلوقتي بكلمك لان انت هديت. انا بكلمك دلوقتي لان عدى 8 او عدى 24 ساعه فانت هديت، فانا بكلمك دلوقتي. حابب تقول حاجه يا كابتن ولا لا؟ لا خالص. انا قلت لك خالد في الاستوديو التحليلي كباتن مصر كانوا قاعدين، كابتن جمال وكابتن احمد وكابتن وليد، برضو اتكلموا في حته تغيير الطريقه وبعض اللعيبه وتغيير بعض الاماكن والكلام ده كله. احنا بنتكلم فني، ملناش علاقه باي حد يتكلم خارج نطاق الكلام. تمام. الفني، انا لما بتكلم فني، ولما تمام. قلت لما انا اتكلم فاهمني، انا خالد عملت انديه. ايوه فاهم، انت مقصه وطلع الجيش ومرنت الاسماعيلي ومرنت الزمالك. انا يعني اعوذ بالله من كلمه، انا عملت انديه ما كانتش على الخريطه، خليتها على الخريطه. تمام تمام. يا بس الواحد عشان بس ايه يعني زهق من قصه التدريب شويه وتعبت شويه. لا يعني لما الواحد يتكلم فني، ما انت خد الغدور تتكلم والناس تسمع لك. لا طبعا، بس انت طبعا يا كابتن، انت كمدير فني سنوات، انت تفهم اكتر مننا احنا في النهايه. اتفضل. انا مش هطول عليك، انا ما هاجمتش حد. تمام. انا اتكلمت وحش على حد، انا بتكلم على طريقه لعب، انتقدت طريقه لعب في مباراه تمام للزمالك فقط لا غير. لكن تمام. ما اتكلمتش ان الراجل ده مثلا يعني، او ان في تيم من الناس ده مش هينفع، ما قلتش الكلام ده. ان انا مين انا عشان انتقد فيريرا؟ فيريرا ده من احسن. انا جبت قبل كده خالد فيريرا وجبت الصوره. ايوه اللي هو من افضل 20 مدرب على مستوى العالم. صحيح. المدير ما اقدرش اهاجم فيريرا، انا بهاجم اسلوب وطريقه لعب في مباراه فقط.
تمام في سرها وخسرنا القمه، فهل ما زعلش؟ لا تزعل يا كابتن. على المهم بقى خلاص الموضوع انتهى، وانا كنت حابب ان حضرتك تكون متواجد عشان ننهي الموضوع وننهي الجدل في هذا الموضوع يعني.